12 غنية هذه بتيت فيهم يعني نخدم بالقوستو دي فوا يجيني الإلهام ندير الكلام والموسيقى دي فوا ما يجيش. دوك عندنا عامين من الكورونا هذه عطانا ربي الكورونا هذه قعدت 3 سنين باش نظمتهم الأغاني هذو 12 غنية عادي 3 سنين من نظمتهم دوك الفن راهو حابس الفن ما كان لا فن لا والو أنا حابسين عندي عامين ما سنترش كلش خرج من راسي. عندي 68 سنة قريب نغلق 70 بدا نحبط الفن هذا ستاندون ما عطيت لي عند ربي ما عند ربي تكنيك دي فوا دي فوا يجيني الإلهام نكتب وندير الموسيقى دي فوا ما نعرف والو. عندنا الجيل الصاعد هذا دي زارتيست يراهم جايين لا جونيس اعطيهم الصحة يتبعوا المشايخ ويقولهم ما تخليوش واش خلاو المشايخ تاعنا سواء في الشعبي ولا في الاندلس ولا في المالوف ولا في البدوي الصحراوي. انا ندوق الفن بلادي ندوقه كاع نحب كاع فنانين